مالك يا عباس؟ والله أنا شايف إن سيادتك ما تحضرش اللقاء الليلة. ليه؟ هو دعوة خاصة بالرئيس مع كوادر حزب الحرية والعدالة. له مناسبة عامة ولا وطنية ولا دينية. ودعوة سيادتك ورئيس الأركان وقادة الأفرع أمر مثير للشكوك. أنا خايف يبقى في محاولة لاستهداف سيادتك وقادة الجيش المدعوين. أنا ما برجعش في كلامي يا عباس. أنا بلغت السيد الرئيس إني أكون موجود. أنا عندي أمل إن الكلام اللي هيتقال هينزع فتيل الأزمة الحالية. بعدين تعرفني كويس، أنا ما بخافش غير من اللي خلاني. اللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. قالوا تبرك بالملايين، نزلوا الشارع 24، أيها الإخوة والأخوات، السيدات والسادة، يا شعب مصر العظيم، إن المسؤولية لتحتم على المسؤول بالضرورة في هذه المرحلة أن يكون واضحاً. الناس كأنها على رؤوسهم الطير عليه، مستنين الخطاب كأنهم مستنين ماتش كورة مهم. يا راجل تفائل خير، ناس منتظرين نقول كلمة في الخطاب تهديهم ولا حاجة وتصلح الأحوال ويهرب من المسؤول. إذا وضع فيها زي حالاتي كده، الخطأ وارد ولكن تصحيحه واجب. قاضي مزور، أنا طاعن عليه على الانتخابات، أنا مقدم فيه طعن من 2005. من 2005 زور الانتخابات قدام عيني، انا شاهد. هو ضمن 22 واحد مفروض يحالوا للتحقيق والصلاحية بسبب التزويرات دي. انا بقول لهم لسوء حظهم انا شخصيا عارفهم بالاسم، خربتوا البلد، خربتوا الدنيا، اخرتونا. لكن من الحاجات الظريفة إن يجي واحد من إياهم بتوع النظام القديم المجرم ده على الولد اللي قاعد في المركز عنده التحويلة بتاعت الكهرباء، يروح منزل السكينة بتاع خط واحد وروح، يقوم الناس تطق 6 ساعات، بكرة أنا مش لاقي حاجة أكتبها وينزل التانية ويروح، يقوم يطق الناس كل 3 أيام. الولد ده حد مديله 20 جنيه وقال له روح روح. كل ده بيتحاسب. إذن من يتحدث عن الإعلام وتجاوز بعض وسائل الإعلام أو بعض من يتصدرون الإعلام، ما أيسر ردود الفعل الغاضبة. أنا عارف كويس قوي مين بيقول إيه إزاي علشان إيه.